اهلا بكم، معكم بروفيسور كرم انيس، استاذ اللغه الانجليزيه بالولايات المتحده الامريكيه. طبعا عشان تبقى عارف، النهارده محاضره خاصه جدا وفريده جدا من نوعها، هشرح حاجات جميله جدا في اللغه الانجليزيه من داخل الجامعه بالولايات المتحده الامريكيه. النهارده هكلمك عن tongue twisters، جمل صعبة في النطق في اللغة الإنجليزية. طبعا معروف إن أي مغني أو مطرب لازم يتدرب كل يوم عشان صوته يكون كويس، فلازم يتدرب يوميا عشان يحسن من أدائه في الغناء. كذلك بالنسبة لواحد محب للغة، عاشق للغة، فلازم تتدرب يوميا عشان تكون مخارج الحروف عندك بطريقة أفضل، بطريقة أحسن، بطريقة تكاد تكون محترفة، بطريقة عشان تحس إن أدائك عالي في اللغة. ونقطة مهمة جدا، إن أنت ما تحسش إن أنت عندك ضعف في اللغة الإنجليزية. في مصر مثلا وإحنا أطفال كانوا بيعلمونا هذه الجملة: قميص نفيسة نشف ولا لسه ما نشفش، قميص نفيسة نشف ولا لسه ما نشفش. كبرنا شوية عرفنا إن المدرسة اللي كانت بتعلمنا كده كانت ممتازة في طريقة التدريس، لأنها كانت عايزة تعرفنا الفارق بين السين والشين في النطق والصاد والضاد في النطق. كذلك أيضا في اللغة الإنجليزية عندنا حاجات كتير زي كده بنسميها tongue twisters. أول جملة وهي she sells seashells sitting on the seashore، ده النطق اللي هو البطيء، يعني هي تبيع قواقع البحر وهي جالسة على شاطئ البحر. هقولها بسرعة وانت تكررها معايا عشان تتقن النطق الصح. she sells seashells sitting on the seashore. She sells seashells sitting on the seashore. هي تبيع قواقع البحر وهي جالسة على شاطئ البحر. الجملة الثانية وهي I scream, you scream, let us all scream for ice cream. معناها بالعربي أنا بصرخ وأنت تصرخ، دعونا كلنا نصرخ من أجل الآيس كريم. ده السرعة البطيئة وهي اسمها slow speed. تعال كده نقولها بسرعة، بنقول كده ice cream you scream let us all scream for ice cream. انا بصرخ وانت بتصرخ، تعالى كلنا نصرخ من اجل الايس كريم. الجمله الثالثه وهي she sees cheese. خلي بالك من النطق دوت، she اللي هو النطق الاس اتش، وبعد كده sees اللي هو بنبتدي بحرف الاس، بعد كده cheese. she sees cheese يعني هي بترى الجبنة. ده النطق اللي هو slow. تعالى كده نجري النطق مع بعض. بص اقولها ازاي: she sees cheese. she sees cheese يعني هي بترى الجبنة. قولها كذا مرة عشان تتقن نطق ال SH وال S وال CH، دربها وهتتمكن منها مع الوقت. الجملة الرابعة وهي he threw three free throws. بالراحة خالص، he threw three free throws يعني هو رمى ثلاث رميات حرة. طب ده عشان ايه؟ عشان بص th نطق th، he threw three free throws، ده النطق البطيء. تعال كده نجري، سرع النطق دوت. he threw three free throws. he threw three throws. لقد رمى ثلاث رميات حرة. ايه ده ايه ده، حاجة غريبة يا اخي، ده حاجة كده زي العربي كده، زي مسعد نور وعمود النور. هل هما تشابه اسماء ولا تشابه عواميد؟ ايه الانجليزي الغريب اللي احنا بنسمعه دوت دوت؟ ايه ده؟ ايه tongue twisters دوت وقميص نفيسة نشف ولا لسه ما نشفش؟ ما يا عم نشف ما نشفش على الغسيل على الحبل، أهم حاجة بس يكون في قميص وخلاص. ده إيه الإنجليزي الغريب ده يا بروفيسور ده؟ الله.